أهلا بكم. أعلنت هيئة المنافذ الحدودية في ميناء أم قصر الشمالي بمحافظة البصرة أنها أفشلت محاولة لتهريب 16 سيارة دون الموديل المسموح به في العراق. وذكرت الهيئة أن شعبة البحث والتحري فيها ضبطت سيارات نوع بي أم دبليو وكراون تويوتا داخل الحرم الجمركي لتهريبها إلى داخل العراق مخبأة خلف أثاث منزلي في 4 حاويات. يشار إلى أن المنافذ الحدودية العراقية تعاني تسيباً وانفلاتاً ما تسبب في إدخال الكثير من المواد الممنوعة أو منتهية الصلاحية إلى البلاد. أكد تحالف الإصلاح أن المشاريع الوهمية وغياب التخطيط وراء أزمة الطاقة الكهربائية في العراق. وقال النائب أسعد عبد السادة أن أزمة انقطاع الطاقة الكهربائية ستستمر في العراق ما لم تستبعد وزارة الكهرباء من المحاصصة في توزيع المناصب. وأضاف أن غياب التخطيط والفساد الحكومي والمشاريع الوهمية التي يعلن عنها المسؤولون تعد من الأسباب الرئيسية في أزمة الطاقة، مبينا أن وزير الكهرباء أعلن عن إنشاء عدة خطوط ومحطات كهربائية لكنها أثبتت فشلها الذريع لا سيما في فصل الصيف. قالت وزارة الزراعة أن الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الزراعية في العراق لم يتحقق حتى الآن. المتحدث باسم وزارة الزراعة حميد النايف أكد أن من أهداف الوزارة هو تطوير القطاع الزراعي للوصول إلى مرحلة الاكتفاء الذاتي للمحاصيل الزراعية، وهو ما لم يتحقق حتى اللحظة. وتتعرض حقول العراق الزراعية لا سيما حقول الحنطة والشعير إلى موجة كبيرة مع عمليات الإحراق المتعمدة التي أتت على عشرات الآلاف من الدونمات الزراعية. اتهمت لجنة النزاهة البرلمانية وزارة الصناعة في إبرام عقود وهمية مع شركات غير رصينة. وقال عضو اللجنة كاظم الصيادي إن وزارة الصناعة تعاقدت مع شركات صينية غير رصينة بعقود تجهيز قليلة الكلفة، مضيفة أن العقود المبرمة لم تتضمن فتح خطوط إنتاجية جديدة، ما تسبب في تراجع الخطوط الإنتاجية إلى مستوى الصفر. كما أكد الصيادي أن الشركات تقوم بإبرام عقودها من خلال وسطاء سياسيين داخل السلطتين التشريعية والتنفيذية لتمويل أحزاب وشخصيات متنفذة في العراق. وقعت جمعية شركات تقنية المعلومات الاتصالات إنتاج والجمعية الاقتصادية الأردنية العراقية مذكرة تفاهم لتنظيم التعاون الاقتصادي وتسهيل تشغيل العراقيين والأردنيين والتحول الرقمي. وتنص هذه المذكرة على التعاون في مجالات تبادل الخبرات والاستشارات الفنية من خلال عقد اللقاءات والندوات والمؤتمرات الداخلية والخارجية بهدف رفع مستوى التعاون الاقتصادي بين البلدين. يشار إلى أن الحركة البرية والتجارية ما زالت متوقفة بين العراق والأردن منذ عام 2014. نتابع الآن أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدينار العراقي وأسعار المعادن والنفط. بهذا نصل لختام أخبار الاقتصاد، شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.